سوف نتعرف في هذا الدرس على خاصية الكليبنج ماسك وكيفية استخدامها مع الأدجستمنت لايرز. وهذه الخاصية نحتاج إليها عندما يكون لدينا مستند صور يحتوي على أكثر من لاير، ونحن نريد تطبيق تأثير الأدجستمنت لاير على لاير واحد فقط بهذا المستند. ولتجربة ذلك عمليا قمنا بإعداد هذا المستند الذي يحتوي على 2 layers كما نرى، وعند إضافة أحد الأدجستمنت لايرز عليه مثل البلاك أند وايت أدجستمنت لاير، نلاحظ أن الاثنين لاير يتأثران بهذه العملية. ولجعل هذه العملية تؤثر فقط على محتوى اللاير الذي يقع أسفله، نضغط على أيقون القائمة الخاصة باللايرز بانل، ثم نختار منها كرييت كليبنج ماسك. فنلاحظ بمجرد اختياره أن الأدجستمنت لاير يتم تطبيقه الآن فقط على اللاير الذي يقع أسفله. ولاحظوا أن هناك سهم صغير يظهر هنا في اللايرز بانل، يشير إلى أن هذا الأدجستمنت لاير يتم تطبيقه على اللاير الذي يقع أسفله فقط. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.